صغيره صغيره يا ابو عمار. لا ابشرك ان شاء الله. كل عدين اللي اكثر منها عاديات الا على هذه. طيب وتفكيري قديم ابو سحاب. طيب وتفكيري قديم عايش زمان عبد الحليم. عندك والله عندك ها؟ لا والله عندي صاب منها. عندي قهوه ترى ها؟ صاب منها. انا عندي شاي صاب منها. ادري قال لك ادري القلوب تغيرت. عندي شاي عندي شاي والناس تضرب بالصميم. كبير والله يا ابو عماد والله كبير. كبير مواقف مثل هذه شفت ايش المشكله؟ انا تعرفني ليش ما بعرف انها ما تقدر تجادل فيها. ايوه ولا تاخذ المساحه الكامله. وبعدين تعرفني ليش وكل امرك. تعرفني ليش من راح مع ريت على الموضوع؟ الحمد لله في الطبع هذا. الشخص اللي ما واجه ابويها ما قاعد يتكلم عليه من قفاه. اذا واجهني ابو سلطان وتكلم عندي بتكلم عنده وبقول اللي بخاطري كله. اما من راح وقف وعطاني ظهره وقرارات ابونا ترى ما جاء الا هو صامل على قراراته بس والامور طيبه. ابو سلطان جاي من بيت اللي خلص. لكن قصدي يعني الظلم في الموضوع. لا بس تبرير احمد واضح يعني وتبريرك انت بعد واضح. لا تبرير احمد انه في واحد مجهز جوالات. طيب يا اخي مجهز جوالات ايش معناتها؟ ها فيصل؟ فيصل واضحه انت ساجد مجهز جوالات ايش معناتها؟ معناتها خلاص انا معطيك الاوكي. معطيك الاوكي والرجال هذا قال كيف اقدم استئذان؟ ما في احد. قال خلاص يجي يتكلم. عندي موضوع ضروري يعني ترى حتفرق عندنا ساعه في عمان. والله عاد ما راح يرضون بعد انه تضيع مصالحك على لا والله بس وهذاك الشيء اللي سويته المفروض يطلع محمد والله عيسى يكون في شخص في اللي سويته انه مهم جدا اهم من المفروض يطلع محمد عيسى يكون في شخص بداله يحل محله في اتخاذ القرار مفروض. لكن انت يعني غصبه يا اما تروح الساعه 3 بالليل ولا ما تروح يعني وين القرار وين الموضوع يعني وين المسؤوليه وين من اللي بيسوي شغل الساعه 3 بالليل يقول لك لازم تنظر الساعه يعني المسؤول يجي الساعه 3 بالليل الساعه 2 بالليل تيسر ابو عماد ان شاء الله. لا بتيسر هي بشرك يقول هون ها ولا شك بته بس هاي موضوع خلاص ما بتكلم فيه نهائيا. واجهني ابو سلطان وخذ مني هذا الكلام سواء هو ولا اللي داره وخذوا وعطوا معي كان بها احماني بصاحي له الحين من بعد فرق المحبين.